السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حوار المساء. من المسؤول عن إلغاء لقاء مالطا الذي كان من المفترض أن يجمع السيد نوري بوسهمين ونظيره عقيلة صالح؟ ومن يحيك المؤامرات الدولية ويخلط الأوراق لتمرير حكومة توصف بأنها حكومة وصاية أجنبية برعاية قوى دولية؟ حول المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك في الخفاء بأساليب مختلفة، وعد ووعيد وتهديدات، تطال الشخصيات الوطنية والدول الرافضة لفرض الوصاية الخارجية على ليبيا والداعمة للحوار والاتفاق الليبي الذي وقع في تونس بين المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل. يسعدني في هذا الحوار أن أستضيف معنا هنا في الاستوديو السيد إسماعيل العايب، عضو المؤتمر الوطني العام. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل. وكذلك سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ والمحلل السياسي والمحلل والناشط السياسي إسماعيل حفيظة، نرحب به كذلك عبر الهاتف من إسطنبول. ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود. ضغوطات دولية وجهود خرافية تلك المبذولة لإفشال الحوار الليبي بعد اللقاء الموفق الذي جمع أطراف الحوار في مدينة تونس، والذي حقق من خلاله المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل في خلال 48 ساعة ما لم يستطع مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا برناردينو ليون تحقيقه في عام كامل. اجتماع دولي في العاصمة الإيطالية روما صوره البعض كمشوش ولاغ للحوار الليبي من أجل تمرير الحكومة الليونية الفاشلة التي عجز ليون عن فرضها في مدة عام المهدور من عمر الحوار المزعوم الضارب للشرعية والسيادة الليبية. سعت من خلاله الدول المشاركة إلى تمرير وتزكية حكومة الوصاية والتهديد بفرض عقوبات دولية على معرقلي الاتفاق، الأمر الذي لم يكن بالجديد، في حين رفضت أي خطة مقدمة خارج الدولة الليبية مستشهدة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وتجاربها الفاشلة في هذا الصدد. كما رأى بعض المراقبين أن توقيع أي اتفاق تحت الضغط وبوسائط أجنبية يبقى رهانا غير مسؤول. عرقلة لقاء مالطا المزمع عقده بين نوري أبو سهمين وعقيلة صالح بممارسة الضغوطات على الدول التي سبق ورحبت باستضافة كلا الطرفين على أراضيها لبحث تطورات الاتفاق السياسي في تونس، كان من شأنه إبعاد هذه الدول عن المشهد، في حين ثبتت دولة مالطا على موقفها مستقبلة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين على أراضيها في غياب الطرف الآخر المتمثل في رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح، والذي تغيب بعد ممارسة ضغوطات عليه حسب تصريحات أدلى بها بعد تفويته اللقاء الحاسم. مشهد ضبابي يكتنف مصير الاتفاق السياسي الليبي وسط ضغوطات دولية خارجية وداخلية تجعل من مهمة المؤتمر الوطني العام الساعي لإنجاح الحوار والمنصت لأصوات الليبيين مهمة المتعطشين للاستقرار من أجل إيجاد حكومة يلتفون حولها تستلزم تأييد الجميع والوقوف صفا واحدا رغم كل التآمرات. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونجدد الترحيب بضيوفنا الكرام هنا في الاستديو، السيد إسماعيل العايب عضو المؤتمر الوطني العام، وكذلك عبر الهاتف السيد الأستاذ إسماعيل حفيظة الناشط والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من إسطنبول. وأبدأ معك ضيفي الكريم هنا في الاستديو إسماعيل العايب، لماذا كل هذا اللغط في البداية حول اتفاق وصف بأنه اتفاق مبادئ فقط، يعني هو عبارة عن ورقتين وثلاث نقاط مبدئية ليس فيه أي تفصيل، حتى يتم وصف مؤتمر روما بأنه يريد التشويش على هذا الاتفاق وتمارس كل هذه الضغوط من أجل عرقلة لقاء السيد أبو سهمين وعقيلة صالح في مالطا؟ ما أهمية هذا الاتفاق؟ يعني هل هو بهذه الدرجة من الأهمية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه.
أحييكم وأحيي قناة التناصح وأشكركم على استضافتي في هذه الحلقة، وأحب أن أوجه كلامي إلى السادة والسيدات كل الليبيين والليبيات. أقول بأن اجتماع السيد الرئيس نوري بوسهمين مع السيد عقيلة صالح كان هو نتاج لقاءات بين أعضاء المؤتمر العام وأعضاء من البرلمان، وكان هناك حقيقة بادرة من الأخوة في المنطقة الشرقية في المؤتمر العام مع نظرائهم في البرلمان، وكان اجتماع 12-12 أسفر إلى تشكيل لجنة 5-5 من كلا الجانبين اجتمعت في صفاقس ورتبت الترتيب من أجل لقاء السيد الرئيس مع عقيلة صالح. فيما قبل أن أتحدث على اجتماع السيد الرئيس مع عقيلة صالح، أقول بأن اتفاق المبادئ الذي وقع يوم 5 ديسمبر 2015 برئاسة السيد الدكتور عواد عبد الصادق رئيس فريق الحوار بالمؤتمر العام والسيد إبراهيم عميش، كان هذا الاتفاق عبارة عن أرضية مشتركة لحل حالة الأزمة الليبية. حقيقة عند بعد ما تكشف للليبيين بصورة عامة فضايح الجارديان أن اليون كان مهمته وشغله الشاغل هو سحب الشرعية عن المؤتمر العام، وكان متحيز لجانب دون جانب آخر، وكان يريد تمرير مشروع إقليمي في ليبيا ولا يريد إيجاد حل سياسي. بعد هذه المعطيات بالكامل وبعد انكشاف هذه اللعبة وهذه المؤامرة، اتجه الليبيين إلى في كلا الجانبين وهما الطرفين الأساسيين للمشكل الليبي وهو البرلمان والمؤتمر إلى تقابل مباشرة، وخلال 48 ساعة تم الوصول إلى اتفاق مشترك عبارة عن مبادئ لحل حالة الأزمة الليبية. أحب أن أقول أن هذا الاجتماع الذي استمر 48 ساعة فقط وضع رؤية وأرضية يمكن من خلالها يعني حل هذه المشكلة التي كان اليون لمدة سنة طيب. لم يتوصل الى هذه النتائج. دعنا نشرك معنا الاستاذ اسماعيل حفيظه من اسطنبول. سيد اسماعيل حفيظه، هل يعني فعلا هو هذا الاتفاق الذي في 48 ساعه في تونس الذي عقد في تونس يمثل ارضيه فعلا مشتركه على بساطته، ويعتبر طعنه كما فهمت من ضيفي هنا في الاستوديو لمشروع اليون الذي وصفه بانه كان مشروع يعني كان فيه كثير من المؤامرات وكثير من العبث بمصير الليبيين؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. احييك واحيي كل المستمعين بقناه التناصح. في البدايه احب ان اؤكد ان كل الليبيين يتطلعون الى اتفاق سلام في ليبيا، ربما كانت مذكره بالمناداه بالمصالحه الوطنيه، وطبعا هذا كان مطلب الجميع من اجل الوصول الى بر الامان خاصه بعد سنوات من النصار العسير الذي يعني حقيقه كان عبء على المواطن الذي يحتاج الى الوصول الى اتفاق. ولكن الامر المستغرب طالما ان الامم المتحده ورب المجتمع الدولي او ما يسمى بالمجتمع الدولي، وانا اعرف انه ليس المجتمع الدولي بالكامل، ربما هناك اطراف اقليميه مؤثره جدا في هذا الحراك، هي التي تحاول ان تضغط في اتجاه معين. وربما يعني تمنينا انهم لم يعترضوا على لقاء البرلمان والمؤتمر حتى نظن بهم الظن الحسن في الاتجاه الذي لماذا يعترضوا؟ ماذا يمثل هذا اللقاء؟ لقاء تونس بين وفدي المؤتمر والبرلمان واعلان اتفاق المبادئ الذي يعني حاولوا تتويجه بلقاء ما بين بوسهمين وعقيلة صالح، ما الذي يمثله هذا بالنسبه للمجتمع الدولي حتى يعترضوا عليه؟ يمثل للمجتمع الدولي هو انهيار الخطه التي وضعها اليون بتسليم السلطه لطرف واحد. هذا الامر لا يخفى على احد، يعني حقيقه يعني الحكومه ما تسمى بحكومه التوافق هي عباره عن حكومه الحزب الواحد، وربما انضم له حزب اخر يعني من يومين. يقبل حزب اخر لانه يرى ان المجتمع الدولي يضغط اتجاه تسليم الحكومه لحزب واحد، فاراد ان يكون جزء رغم انه ضحى بكل شيء وربما حيكون جزء غير مؤثر في الحكومه كما رايناه في حكومه زيدان. طيب وكل العبء وضع على هذا الحزب وكل العيوب وضعت على الحزب، والمشكله ان هذا الحزب يكرر نفس الاخطاء بالرغم من وقوف كل الوطنيين معه ودافعوا عنه في احلى الظروف في الوقت الذي اتهم هذا الحزب
لكل شائنة الوطنيون يعني دافعوا على هذا الحزب. ولكن حكومة التوافق تكون حكومة توافق عندما يتم اجتماع وما يقام في طرابلس. نعم وضحت الفكرة جميع الأطراف. نعم وضحت الفكرة سيد إسماعيل حفيظة. دعني أعود إلى الاستوديو هنا سيد إسماعيل العايب. واضح يعني أن الأمر كما وصفت، يعني هناك حكومة حاولوا في طوال عام، حاول ما يسمى بالمجتمع الدولي وكما أكد سيد إسماعيل حفيظة أنه دول إقليمية وليس كل المجتمع الدولي، يعني حاولوا طيلة عام كامل إقرار هذه الحكومة والتوطيد لها لكي تستلم الحكم. جاء هذا الاتفاق الليبي ربما ليسحب اللقمة وقد كادت تصل إلى الفم. هل هذا يفسر ما سمعناه من ضغوط حول مورست حول عقيلة صالح من أجل عدم الحضور إلى 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 مالطا؟ أنا حأتكلم بصراحة جدا جدا، أشكر الأستاذ إسماعيل حفيظة على ما أثاره وعلى يعني تشخيصه للمشكل فعلا في الأزمة الليبية القائمة حاليا. حقيقة أن حكومة يعني الحكومة الآن اللي هي حكومة الوفاق لم تكن حكومة وفاق، كانت حكومة من جانب طرف واحد، وكان ليون يسعى إلى فرض هذه الحكومة. السؤال الذي يطرح لماذا المؤتمر العام رفض هذه الحكومة؟ وهذه المؤتمر العام من بداية دخوله إلى هذا الحوار لم يناقش موضوع الحكومة، أجل موضوع الحكومة من أجل البت في هذه في المسودة أو مسودة الاتفاق السياسي. مفوضة الاتفاق السياسي هي سيد الفاضل للأسف الشديد غيب الرأي العام الليبي عن دراستها وتحليلها والتمعن في نصوصها وما كان الغاية والغرض منها. مشكلة ليبيا تكمن في شيء واحد، أن الإمارات العربية المتحدة برئاسة ولي عهدها اللي هو محمد بن زايد ووزير خارجته عبد الله بن زايد وصبي عبد الله ابناء زايد اللي هو دحلان لا يريد لثورة الربيع العربي أن تنجح في كل من مصر وليبيا والجزائر لكن المجتمع الدولي عفوا هذه النقطة، يعني المجتمع الدولي ليس رهن أمر الإمارات وما تريد يا سيد الإمارات الفاضل. هناك أمريكا وفرنسا وبريطانيا يعني كلها تدفع باتجاه هذه الحكومة. يا سيد الفاضل الذي يدير الملف إقليميا هو الإمارات، الإمارات اشترت ذمة ليون وهذا واضح من تسريبات الجارديان، كان لديها مخطط عن طريق شراء ذمة هذا الرجل، وهذا الرجل خلال طيلة هذه الفترة استطاع أن يجمع أطراف ليبية لم نتوقع عن هذه الأطراف كيف ما هي المعايير التي تم اختيارها، وتم شق صف المؤتمر من ضعافه. أحب أن أقوله في هذه المداخلة أن المؤتمر العام لم يناقش هذه الحكومة أساسا، المؤتمر العام طالب بتعديلات أن تدخل في ضمن الاتفاق السياسي، ومن ثم بعد إدخال هذه التعديلات في هذه المسودة يناقش الحكومة. رفضت هذه الحكومة من أمرين اثنين، الأمر الأول أن المؤتمر لم يكن شريكا في تسمية أعضائها سوى رئيس أو نواب أو وزراء، والنقطة الأخرى أن هذه الحكومة لم تكن حكومة صادرة عن إرادة الأطراف الليبية المجتمعة، هذه حكومة نصب ليون نفسه مندوب سامي وهو الذي اعلن اسم فايز السراج ان يكون رئيس الحكومه، واعلن اسم النواب الذين يكون معه في مجلس رئاسه الوزراء، وهو الذي اقترح الحكومه بالكامل. هذا الشخص وهو موظف دولي يتبع لمنظمه امميه، لا نقول انا ليس لها دور في الشان الليبي او السياسي الليبي، الا انه تعدى اختصاصاته وقام بتنصيب نفسه هو الوصي على ليبيا. وانا اوجه كلامي الى الاطراف التي شاركت في هذه المسرحيه الهزليه، كيف يسمح لهذا الموظف في أن ينصب نفسه حاكما فعليا لليبيا وهو الذي يضع كرزاي ويحول كرزاي ويجيب من يشاء في هذه الحكومة؟ طيب أنت وصفت بأن هذه الحكومة لا تمثل إرادة المجتمعين في 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 يعني السخرات أعضاء الحوار، ولكن أيضا توصف هذه الحكومة وصفتها قبل قليل بأنها حكومة الطيف الواحد. يعني أنا لا أقول أنها لا تمثل الأطراف الحوار، أنا سؤالي من هم الذين موجودون الآن في السخرات؟ أطراف الحوار من الذي حددهم؟ من الذي سماه مليون أشخاص طبيعيين أو اعتباريين؟ ما هو المعيار الذي استند إليه اليوم في تسمية بعض الشخصيات الليبية وضمها إلى طاولة الحوار وسمى بها هذه الحكومة؟ المؤتمر هو الطرف أساسي، المشكلة الليبي يكمن في طرفين أساسيين، برلمان ومؤتمر، يتنازع الشرعية كلا منهما، لدينا حكم محكمة أبطل انتخابات 2014 المؤتمر هو السلطة الشرعية بموجب هذا الحكم. من أجل إضعاف موقف المؤتمر تم إدخال أطراف أخرى لا نعلم كيف جت هذه الأطراف، أشخاص طبيعيين يمثلون بعض المناطق وبعض القبائل وبعض المؤسسات الأخرى وبعض الشخصيات في من المقاطعين وغيرها، من أجل الغاية والغرض من وكذلك البلديات، الغاية والغرض هو إضعاف الموقف التفاوضي للمؤتمر. طيب سيد إسماعيل حفيظة، يعني هل يعني أهمية هذه الحكومة حكومة ليون أو حكومة الطيف الواحد كما وصفتها عفوا يعني تصل إلى درجة إرسال تهديدات من أجل عرقلة لقاء
أبو سهمين وعقيلة صالح، سمعنا حتى أن الدول هددت وضغط عليها حتى لا تستقبل هذا اللقاء، كيف يعني تفسر هذا؟ الحقيقة التفسير لهذا الأمر واضح. أولا التهديدات لم تصل مباشرة من هذه الدول، التهديدات للأسف حملها أشخاص موجودين في روما وبعثوا برسائل لأعضاء المؤتمر الوطني لهذه الرسائل، وذلك لغرض الضغط عليهم من ناحية، ومن ناحية ثانية محاولة إيجاد أي ثغرة أو فرقة بينهم. على العموم الأمر هذا لا يملكه أعضاء المؤتمر الوطني فقط، أمر سيادة، أمر سيادة يمشي كل الليبيين. لو أن المجتمع الدولي كان حريص على الوفاق في ليبيا لكان أول شيء أنه هو احترم كلمة الوفاق. الوفاق تعني الوفاق بين طرفين رئيسيين في ليبيا، هو المؤتمر والبرلمان المنحل. المشكلة أن من يقوم بهذه الجولات والحوارات والتي بدأها اليوم قوم بها على أساس التدليس على الليبيين. أول شيء كنت نتمناه من الناس اللي كانت موجودة في روما، يا ريتهم كانوا يعني يمتلكوا الشخصية القوية ويسألوا السيد كوبلر، نحن يا سيد كوبلر لن نستمر في هذا الحوار ونضحك على الشعب الليبي قبل أن يتم محاكمة اليون على التهمة التي وجهته أو الفضيحة التي سمعنا أنها خرجت على صحيفة لا أذكر صحيفة الإنجليزية، صحيفة الجارديان. تقصد الجارديان؟ الجارديان، نعم صحيفة الجارديان. طيب. ونعرف مصداقية صحيفة الجارديان. وعندما سألني أحد الأشخاص المدافعين عن اليون قال لي ما هي مصداقية هذه الصحيفة، فسألته فقلت له وجهت له خطاب مباشر، قلت له لو أن اليون يحترمك لرفع قضية على صحيفة الجارديان. نعم طيب نحن لا تبحث من ناحية أخرى. طيب رضا اليون أو رضا طيب اليون طيب اليون إنسان سيء وما قام به ربما يعني فيه كثير من الثغرات وفيه كثير من العيوب والمشاكل، ولكن من جهة أخرى هناك اتهامات ضد أبو سهمين وضد عقيلة صالح الذين يوصفون بالمتشددين في الجناحين المتخاصمين في ليبيا، أنهم عندما وصلت الأمور إلى تشكيل الحكومة بعد عام كامل وتكاد الأمور أن يعني تكتمل، الحوار أن يكتمل وأن يتحقق السلام وأن يتحقق الوفاق للليبيين الذين ينتظرونه منذ فترة ويأملون فيه، جاء هذا ما يسمى بالاتفاق الليبي من أجل عرقلة تكوين هذه الحكومة ومن أجل إفشال جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في ليبيا، فكيف ترد على هذه وجهة النظر؟ الرد واضح وصريح وحيكون بإيجاز. لو أن المجتمع الدولي يعني يريد التوافق فكان عليه أن يقوم بترتيب اجتماع لسيد دوري أبو سهمين وعقيلة صالح في روما. لماذا لم يجتمعوا من قبل؟ لماذا الآن؟ لماذا الآن يعني عندما توشك الحكومة أن تقر يقرر الطرفان أن يجتمعوا، وفي السابق كان هناك يعني إصرار على عدم اللقاء المباشر؟ لن يكون هناك إصرار على عدم اللقاء المباشر. الحقيقة أن اليون لم يقم باجتماع مباشر بين الطرفين منذ توليه الحوار، وكان مصر أن يكون الحوار في غرف مغلقة. ولا أدري اليون ماذا كان ينقل للطرفين وماذا وقع. شكرا جزيلا لك سيد اسماعيل الحفيظة الناشط والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، نشكرك جزيل الشكر على ما افدتنا به. اعود اليك ضيفي الكريم هنا في الاستديو السيد اسماعيل، يعني هل هناك ضغوط مورست على رئيس المؤتمر نوري ابو سهمين كما مورست على عقيلة صالح من اجل عدم الذهاب نحو هذا اللقاء المباشر؟ قبل الاجابه على هذا السؤال احب ان اجيب عن السؤال الذي وجهته للاستاذ اسماعيل حفيظه، لماذا اختير هذا الوقت الان لالتقاء كل من السيد رئيس المؤتمر العام والسيد عقيلة صالح؟ طبعا اللقاء هذا كان نتاج
اجتماعات كانت 12-12 هم أعضاء البرلمان وأعضاء المؤتمر منطقة شرقية منذ فترة يعني حوالي الموضوع هذا اللي 3-4 شهور تقريبا كانت اجتماعات في تونس توجت باجتماع 5-5 وتوج هذا الاجتماع باتفاق 5 ديسمبر وكانت من مخرجات 5 ديسمبر أن يلتقي الرئيسين من أجل بحث هذه الأرضية غيرها. يعني هذه اللقاءات بدأت من قبل حتى من قبل يسلم مليون مهامه إلى قبله. أشكر كل من أعضاء البرلمان المؤتمر الوطني العام من منطقة الشرقية استشعروا الخطر ومدوا أيديهم إلى نظرائهم في البرلمان المنحل والتقوا في تونس في جولات أكثر من مرة ووصل هذا وصلنا إلى هذه النتيجة. السيد الرئيس حتى يثبت حسن النية وحتى يثبت للعالم بأنه يريد حلا للأزمة الليبية قبل عندما عرض عليه هذا الأمر تجاوب عن طريق الأعضاء المؤتمر العام منطقة الشرقية أخبروه أنه يرتبون للقاء مع السيد عقيلة صالح فأبدى استعداده للقاء في أي منطقة في الداخل في أحد المدن الليبية كان المستهدف جادو أو غدامس أو أي منطقة أو الجفرة فلم تكن هناك ترتيبات أمنية واضحة فتم الاتفاق على تونس ومن تونس صارت هناك بعض الإشكاليات. إذن هذه القضية أيضا تثار لماذا الحوار خارج ليبيا لماذا اللقاء يكون خارج ليبيا إذا كنتم ترفضون التدخل الخارجي والرعاية الخارجية لهذا الحوار. يا أخي المشاكل الأمنية هي ممكن اللي خلت ما يتمش تحديد مكان مناسب إلى لقاء الرئيسين يعني حقيقة تدابير أمنية ولوجستية تتطلب يعني توفير أرضية أمنية واضحة لكل الجانبين وغير الحقيقة من أجل التسريع إلى هذا اللقاء اختيرت تونس ومن تونس صارت هناك بعض العراقيل اختيرت مالطا موري صدقت على السيد نوري بوسامين حتى من الدول الإقليمية هي التي توصف أنها في فجر هي في طرف المؤتمر العام موري عليه الضغط بعدم الذهاب إلى مالطا ولكن سيد الرئيس بارك الله فيه والفريق المرافق له اتجه إلى مالطا حتى ولكن هذا قد يحسب عيب عليكم لأن حتى حلفاؤكم الآن يعيبون عليكم لماذا تعرقلون حوار الأمم المتحدة. يا أخي حوار الأمم المتحدة ألم يعي كل الناس وكل الأشهاد أن هذه نتاج مؤامرة يا أخي كشفت الجارديان صحيفة معتبرة في الغرب وهي التي تقول بأن هذا عميل لدولة الإمارات واشتري بالمال وكوفي بمنصب في معهد الدبلوماسية في دولة الإمارات. يا أخي نحن في نتاج مؤامرة إقليمية يقودها دحلان لا يشرفني أنا كعضو مؤتمر والشرفاء داخل المؤتمر أن نرضى بحكومة نصبها دحلان هذا هو الشيء فعلا أن لقاء 5 ديسمبر هذا كان نتاج من أجل أن يكون الحوار ليبي ومستعدين أن نشكل حكومة ليبية باتفاق الطرفين وليبيا تسخر بالرجالات الوطنية التي يمكن أن تدير طيب هذه الحكومة. لكن أيضا يعترض على هذا الكلام أنكم غير قادرين على تشكيل مثل هذه الحكومة هناك أغلبية كبيرة ربما أو عدد كبير على الأقل في الطرفين يرفضون ويريدون المسير قدما حول في اتفاق الأمم المتحدة. هذا كلام غير صحيح والأكثرية من كلا الجانبين من المؤتمر والبرلمان رافضين إلى مخرجات الصخيرات وهذه الحكومة وأنا مسؤول عن ذلك أخره قائمة فيها 90 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام صدرت يوم الخميس الماضي مفادها عدم الموافقة والرضا على اتفاق الصخيرات وأنهم مع الحوار ولكن في المقابل هناك قائمة من 92 عضوا الذين يؤيدون مبادرة فزان في البرلمان مبادرة فزان مرافضة للاتفاق السياسي هذه هي المشكلة، لم ندرس مبادرة فزان 100%، مبادرة فزان التي وقع عليها 92 عضو من برلمان ترفض هذه المسودة التي خرجوا ببيان يرفضون فيه إعلان المبادئ الذي وقالوا ان ابراهيم عمياش لا يمثل افراد نفسه. افراد وتوجهات داخل البرلمان وليس الكل، الأغلبية هي مع الحل الليبي وأنا مسؤول عن هذا الكلام. طيب ما طبيعة الضغوط التي مورست على سيد نوري أبو سهمين؟ هل هي بمثل الضغوط التي مورست على عقيلة صالح من تهديدات ومن يعني حتى في شخصه وفي أسرته كما سمعنا؟ أكيد هناك ضغوط وتهديدات بالملاحقة القضائية بعدم الحصول على أي دور في المجلس السياسي القادم حاول إثناء رغبة الرئيس في اللقاء ولكن الرئيس حقيقة كان موقفه واضح وأنه انحاز إلى الوطن وذهب إلى مالطا وأنا أبشر أن اجتماع مالطا الآن احتمال أن يكون هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه يعني الآن في مالطا ما الذي سوف يحدث؟ هل فشل هذا اللقاء يعتبر؟ لم يفشل نحن في التواصل مع السيد عبد الفتاح الشبلي رئيس اللجنة السياسية بمؤتمر العام وبلغنا أن احتمال أن يكون هناك لقاء قريب جدا إن شاء الله.
في مالطا في غضون كم؟ والله خلال الساعات القادمة إن شاء الله. يعني هناك مساعي في مساعي جادة إنجاح هذا في مساعي جادة من أجل إنجاح. تتوقعون أن تنجحوا في التغلب على هذه الضغوط؟ يا أخي في شيء أقول لك عليه، الليبيين إذا جلسوا إلى وجه لوجه مستعدين أن يديروا حل لهذه الأزمة. اليوم لمدار سنة كاملة لم يجمع أطراف الحوار وجه لوجه من أجل تمرير مشروعه. الليبيين، أنا أناشد إخوتي في الشرق والغرب والجنوب بالنخوة الليبية والأصالة الليبية بعد كشف هذه المؤامرة أن نجلس ونحدد مصيرنا لوحدنا دون أن تكون هناك حكومة وصاية حقيقة كان من وراءها محمد بن زايد وعبد الله بن زايد. طيب أستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتابع هذا الحوار حول اللقاء مالطا بين رئيسي المؤتمر والبرلمان المنحل في طبرق، وأيضا نتطرق إلى ما مخرجات لقاء روما في العاصمة الإيطالية روما. فاصل ثم نواصل. دار الإفتاء الليبية، ندوة علمية بعنوان المذهب المالكي. مكانته، أهميته، طرق إبرازه، تحت شعار من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أهدافنا استشعار أهمية المذهب المالكي في التشريعات الإسلامية، التأكيد على منزلة المذهب المالكي بين المذاهب الفقهية المعتمدة، إبراز دور المذهب المالكي في المحافظة على الهوية والتراث الأصيل للمجتمع الليبي، تنظيم الفتوى وضبطها وفق المذهب، وعدم إرباك الناس باختلاف المذاهب. يوم السبت في الثامن من شهر ربيع الأول من عام 1437 الموافق 19 من شهر ديسمبر من عام 2015 على تمام الساعة 9 صباحا بقاعة المؤتمر الوطني العام فندق ريكسوس. أهلا بكم مجددا أعزائي الكرام، ونجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد إسماعيل العايب عضو المؤتمر الوطني العام، وتنضم إلينا كذلك عبر الهاتف أمينة المحجوب عضو المؤتمر الوطني العام، ولعلي أبدأ معها. سيدة أمينة المحجوب، نريد في البداية قراءة من طرفك أنت كعضو في المؤتمر الوطني العام لما يحدث في مالطا الآن، وكذلك لمخرجات مؤتمر روما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله، مساء الخير، وحييك سيد عبد الرحمن وحيي زميلي إسماعيل وكافة المشاهدين الكرام. بالنسبة لما يحدث في كانت خطى المؤتمر الوطني العام تسير على خطى ثابتة، وتقريبا يعني استطعنا حلحلة ما كان يخطط له اليوم والمؤامرة الكبيرة التي كان يسوقها الغرب لليبيين على بصورة جميلة، و وحدة حكومة وفاق وطني وحل الأزمة السياسية في ليبيا، غير أن بعد ما كشف أمر اليون وتبين خبثه وتبين مدى يعني مساعيه لتقسيم ليبيا والعمل والجد على تقسيم ليبيا لأقاليم وتفريقة وحدة الليبيين، أصبحنا نلتمس نوعا شيء أو شيئا ما الأمل الذي يربط بين الوطنيين في المؤتمر الوطني العام والوطنيين في مجلس النواب. والتمسنا ذلك عندما التقى الوفدان في تونس، وأصبحت هناك رؤية واضحة فعلا من أجل وحدة الصف، من أجل لم الشمل، من أجل وحدة حل المشكلة السياسية الموجودة الآن على الساحة الليبية. غير أن ما تفاجأنا به حقيقة والذي فاجأني أنا شخصيا هو قفز الغير مخول أو عضو المؤتمر الوطني العام الغير مخول بالتفاوض أو بالحوار أو بالذهاب أصلا صلاح مخزوم من معك. هذه كانت طبعا صراحة بصراحة كانت ضربة قاسمة بالنسبة لنا،
تعتبر يعني شرخ للنسيج الموحد داخل المؤتمر. ما تفسيرك لها يا سيدة أميرة البحرين؟ لا تفسير لها إلا أن هؤلاء من ذهبوا وقفزوا إلى تونس وجلسوا مع مع شعيب ومن وممثل الأمم المتحدة هو في ليبيا الآن، ما قصدهم من ذلك المساعي الشخصية والمناصب، قفز على مناصب تنفيذية يطمحون لها في حكومة الوفاق الوطني التي ولكن هذا الكلام رد عليه صالح المخزوم وقال بأنه لا يسعى إلى أي مناصب في الحكومة الجديدة. لا، أنا أرد عليه ذلك وأقول له أنه كذب حقيقة، لأن من يقوم بالذهاب للحوار المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة من أجل حل تسوية ودية يجب أن يكون لديه هو قانوني، هو يعي ذلك ويفهم أن لن يذهب إلا بعد تصويت المؤتمر الوطني العام لترشيحك. طيب ابقي معنا سيدة أمينة المحجوب. أستاذ إسماعيل الحفيظة، يعني عفوا إسماعيل العايب، عفوا، السيد صالح المخزوم يعني معروف بكلماته ومواقفه الوطنية، معروف بشخصيته، معروف يعني كان لديه وقفة مع المؤتمر الوطني العام ضد التوقيع، يعني كيف يتهم هكذا ببساطة بأنه يرغب في منصب أو أنه طعن المؤتمر في الظهر أو شيء من هذا القبيل؟ يعني في الحقيقة أن الشيخ صالح المخزوم هو نائب الثاني لرئيس المؤتمر العام، وهو رئيس فريق الحوار المؤتمر العام، واستقال من هذا الفريق نتيجة للضغوط اللي وكان الضغوط الدولية من أجل تمرير هذا الاتفاق. هذا ما قال، ما أشاد به، قال إن هناك ضغوط وأنا لا أستطيع أن استمر في هذه في هذا الحوار من أجل القبول بهذا الاتفاق. إيه يعني عفوا هذه نقطة مهمة جدا، يعني كيف يكون عليه ضغوط وهو في عضو المؤتمر وهو عضو لجنة الحوار ورئيسها، وتفشل هذه الضغوط عندما يكون رئيس لمؤتمر لوفد الحوار، بينما تنجح هذه الضغوط وهو خارج هنا بيت القصيد. انا خنطي الصوره كامله للشعب الليبي الان. السيد صالح المخزوم استقال من فريق الحوار في شهر 8 2015، كلف الدكتور الصادق عوض عبد الصادق كرئيس فريق الحوار، وتم استبدال فريق الحوار باستثناء الشيخ الاستاذ محمد العماري. صالح المخزوم يعني جيدا ان المؤتمر كلف الدكتور عوض وان هو يمثل المؤتمر في الحوار. صالح المخزوم الحقيقه وقع في لعبة حزبي دفع به إلى هذه المغامرة. صالح المخزوم عندما خرج في الإعلام وقال لا أريد منصب، هناك 17 البلدية من الجنوب راسل المبعوث العام لمبعوث الأمم المتحدة كوبلر بأنهم يريدوا صالح المخزوم أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوصاية. عفوا، وصالح المخزوم اليوم بالذات في أروقة المؤتمر العام هناك من يسوق له ويجمع له في التوقيعات حتى يكون نائب للسراج. هذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن يواجه بها المخزوم. طيب، وأنا أتحدى المخزوم من هذا المنبر، أتحدى المخزوم، أين أبنائك وأين زوجتك وأين كنت قبل شهر ولماذا تخطو هذه الخطوة؟ طيب، عفوا نعم، الآن صالح المخزوم يعني له حق الرد على كل هذه على كل هذا الكلام والانتقاد الذي وجه إليه الآن، ونتمنى أن نتواصل معه من أجل أن نعطيه فرصة للرد، لكن بحكم أنه غير موجود معنا أريد أن يعني أنتقدك في هذا الكلام سيد إسماعيل عايب. يعني صالح المخزوم، ما الذي يعني يعيبه إذا كان هناك أطراف تدفع به؟ ما مسؤوليته في هذا؟ يعني هو شخصيا لا يرغب في الحصول على أي منصب، وإذا كان هناك أطراف تدفع به فهذا ليست مسؤوليته. المسؤولية التاريخية التي تحملها صالح المخزوم أنه ضرب بعرض الحائط باللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام. صالح المخزوم رجل القانون الذي تخرج من فرنسا، صدح القانون، دكتوراه في القانون، يضرب بأحكام اللائحة الداخلية للمؤتمر عرض الحائط ويمشي وينتحل شخصية ويحطوه يعني طرف مفاوض في 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 في, في هذه المهزلة وهذا العهر السياسي في 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 تونس ومن ثم في الصخرات. طيب، وأحب أنا أقول ثانيا أن الآن كوبلر يدعو كل من يريد أن يطبل هذه الحكومة، من عمداء بلديات، من أعيان، من مشايخ، من رجال دين، من غيره، أن يحضروا ولادة هذه الحكومة التي حتكون ولادة مئة بإذن الله تعالى. طيب، سيدة أميرة المحجوب، أيضا هناك سؤال وانتقاد يوجه إلى المؤتمر الوطني العام، لماذا المؤتمر الوطني العام يتغيب دائما، يترك فراغ من أجل أن يملأه غيره؟ لماذا لم يذهب إلى تونس من أجل أن يدافع عن وجهة نظره هناك في لقاء تونس مع كوبلر؟ أيضا لماذا لم يذهب إلى روما؟
نحن عندما الأطراف السياسية أصلا متنازعة وفق تقييم الأمم المتحدة لا هي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام ولا نختلف نحن على ذلك. يبقى هنا المسألة أن تكون الحوار الليبي ليبي ونحن مع الحوار الليبي ليبي لإنتاج حل سياسي للأزمة الليبية الآن. عندما نقول أن لماذا المؤتمر الوطني العام لا يذهب ويقفز إلى قدر ويوضح له الأمور، لا هذا معنى ذلك نحن ما زلنا نستنشد بالأمم المتحدة ونطالب الأمم المتحدة أن تكون طرفا عميقا لحل الأزمة الليبية. نحن لسنا بحاجة لها طالما أن الأطراف السياسية المتنازعة الآن في ليبيا أصبحت يعني على وشك أن تكون على اتفاق واحد، وأنها أصبحت الأيادي هنا وهناك في طبرق وفي طرابلس تنادي بالاتفاق السياسي الحل للحوار الليبي الليبي. أصبحنا يعني بغنى عن الأمم المتحدة، لأن لو أعتمدنا على الأمم المتحدة حيحدث في ليبيا كما حدث في العراق. سيدة أمينة المحجوب، سيدة أمينة المحجوب، ربما يعني كلامك هذا قد يعني ينتقده كثير من المشاهدين الآن، يعني هل يمكن إقصاء الأمم المتحدة وتقولين نحن لسنا محتاجين إلى الأمم المتحدة ولا نريد دور للأمم المتحدة؟ كيف يمكن قبول هذا الكلام؟ عفوا سيد عبد الرحمن، أنا لم أقل إقصاء الأمم المتحدة، نحن نقول نحن دولة مستقلة، نحن من نضع اتفاقنا ونجبر الأمم المتحدة بأن تقبل هذا الاتفاق، لأن نحن وصفتنا بأننا أطراف سياسية متنازعة. إذا طالما نحن الأطراف السياسية متنازعة وطالما أن الأمم المتحدة تريد أن توصل بحل سياسي سلمي بين الطرفين المتنازعين فعليها أن تقبل الأمم المتحدة، هي ليست وصية علينا، عليها أن تقبل هذا الاتفاق الذي وصل إليه الأطراف المتنازعة. هي لم تعيش معنا هنا، نحن متنازعون على هذه الأرض. طيب. عليها طيب. طيب سيدة أمينة المحجوب، إذا كان الأمر كما وصفتي أن المؤتمر الوطني العام يريد أن يذهب إلى حوار ليبي ليبي ولم يعد يرغب في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، لماذا لا تعرضون هذا الأمر للتصويت؟ لماذا يكون هناك فريق من المؤتمر كما يوصف بأنه يختطف القرار داخل المؤتمر الوطني العام؟ لماذا لا تدعون إلى اجتماع تقررون فيه بالتصويت؟ غدا شمس نحن انا استغرب في نقطه، غدا 16/12/2015 يعني غدا ان شاء الله تقريبا، يعني كما يحدد ان هذا الذي التوقيع، من هي الاطراف المقوله من هو صالح مخزوم حتى يذهب للتوقيع؟ نحن غدا لدينا جلسه في المؤتمر الوطني العام وسيقرر المؤتمر الوطني العام حتى تصديق لائحه داخليه على هؤلاء، يعني من هو صالح المخزوم حتى يذهب ليوقع ويوصلني انا شخصيا واعضاء المؤتمر الوطني العام في التوقيع على مسودة أو على اتفاق نحن لم نرى منه نور إلينا. طيب طبعا أؤكد أن حق الرد مكفول للسيد صالح المخزوم على كل هذه الانتقادات ولا حتى التهم ربما التي توجه إليه، لكن دعيني أعود إلى ما كنت تتحدثين بها الآن، وهو أن غدا تؤكدين أن غدا هناك جلسة للمؤتمر الوطني العام. نعم نعم. ما هي أجندة أو بنود هذه الجلسة؟ هل هو من أجل تحديد مصير مسودة ليون وحكومة الوفاق الوطني ومدى المشاركة فيها، أم من أجل ما حدث من مخالفات كما أشرت الآن؟ هي الجلسة ستكون غدا مختصرة على الحوار فقط، يعني على ما أعرف نحن يعني نتابع نحن المشهد السياسي حتى من الجانب الآخر. نحن رأينا أصبحنا نلتمس إحساس الوطنيين أو وطنيين في مجلس النواب، أصبحت تنادي بال أصوات كثيرة داخل مجلس النواب تطالب لسه المؤتمر الوطني العام مجلس النواب في طبرق تطالب بحل الحوار الليبي الليبي وتحجب ما صدر عن السيد شعيب في التوقيع، وكثير منهم صرح بأن هذا التوقيع لا يمثله ولا يمثل الشعب الليبي ولا يمثل دائرته الانتخابية وغيره، فبالتالي أصبحنا نحن على يعني قاب قوسين أو أدنى على اتفاق يرضي بكل الليبيين وتوافق عليه جميع الليبيين، فنويس عن ان احنا منتخبه من منطقه كل المناطق المنتخب عليها 7 مدن غرب ليبيا يدخلون به يوميا ويباركون خطوه الحوار الليبي الليبي. نعم شكرا. فبالتالي نحن نسير وفق اراده الشعب. شكرا جزيلا لك سيده امينه المحجوب عضو المؤتمر الوطني العام، كنت معنا عبر الهاتف. اعود اليك سيد اسماعيل العايب، اريد ايضا ان استمع الى وجهه نظرك انت حول لماذا لم يذهب المؤتمر الوطني العام الى مؤتمر روما، هذا مؤتمر دولي ومحفل دولي كبير دعيت اليه الدول العظمى، لماذا لم يذهب اليه المؤتمر الوطني العام ويكون حاضرا في هذا المحفل الكبير؟ والله الحقيقه ان السيد النائب الاول تواصل مع وبالتنسيق مع السيد وزير الخارجيه في حكومه الانقاذ السيد علي بوزعكوك، وتم التواصل مع سفير ليبيا السفار في روما من أجل هل هناك دعوة موجهة للمؤتمر العام، فأجابت الخارجية الإيطالية بأن المسؤول على دعوة الأطراف الليبية هو كوبلر،
يعني كوبلر هو اللي يحدد من هم الأشخاص الذين حيحضرون في اجتماع روبا. طبعا أتى بالمطبلين الذين معه وذهب بهم، ذهب بالمخزوم وذهب بمحمد. لم تصلكم دعوة؟ ولم تصلنا دعوة رسمية بهذا الخصوص إلى حضور مؤتمر روما، لأن كوبلر ذهب إلى مؤتمر روما من أجل الشرعنة أو الموافقة على دعم دولي لحكومة السراج، هذا اللي يبيه، ولا يستطيع استكمال هذه المسرحية لوجود أطراف الحوار، وأتى بأطراف بأشخاص لا يمثلون المؤتمر بتكليف أو ليس لديهم تكليف رسمي من المؤتمر للذهاب إلى روما، وهو السيد صالح المختوم ومن معه. بخصوص الدعوات أريد أن أرجع معك قليلا إلى لقاء مالطا، وهو السؤال يقول من الذي اختار مالطا؟ يعني هل مالطا هي التي دعت نوري بوسهمين وعقيلة صالح، أم الرئاستين اختارت وطلبت من مالطا استقبال هذا؟ والله حقيقة التنسيق كان عن طريق البرلمان، وأنهم اقترحوا أن يكون في مالطا، وتم إبلاغ السلطات المالطية. يعني البرلمان هو الذي هو في لجنة شكلت 5-5، اللي هي من 5 من برلمان طبرق و5 من أعضاء المؤتمر، وتم التشاور، وأن تم مخاطبة السفير الموجود في فاليتا، وتم التنسيق مع الحكومة المالطية، وبدت استعدادها أن تستقبل كلا الطرفين، هو السيد الرئيس نوري بوسهمي رئيس المؤتمر العام والسيد عقيلة صالح. وهل يعني أكدت مالطا أن هناك استجابة من الطرفين للحضور؟ في الأول تم إبداء الرغبة من كلا الطرفين، حقيقة إلا أن السيد عقيلة صالح مورست عليه ضغوط حسب التسريبات التي أتت إلينا من بعض الدول الإقليمية، حقيقة هي الإمارات ومصر وبعض الأطراف الداخلية، ممكن أن يكون بعض التيارات الموجودة داخل برلمان طبرق قاعدة الحضور. طيب. ولكن أقول أن الخطوات القادمة أو الساعات القادمة بإذن الله هناك اجتماع مرتقب بين كلا الرئيسين إن شاء الله. طيب، كيف تقرأ بالعودة إلى مؤتمر روما؟ مؤتمر روما صدر ببيان أكدوا فيه على الاتفاق السياسي الذي أبرمه برناردينو ليون أو ما يسمى بالاتفاق السياسي، ولكن لم يقر فيه الحكومة، وكأنه ترك الباب مواربا من أجل الالتحاق المؤتمر الوطني العام. كيف تقرأ هذه المخرجات؟ حقيقة أستاذ عبد الرحمن أن كان الغاية والغرض من اجتماع روما هو التحشيد الدولي من أجل مباركة حكومة السراج، هذا هو الذي كان يسعى له كوبلر، ولكن حقيقة العالم أو بعض الدول وبعض الحكومات في العالم عارف أن هذه الحكومة لن تكون حكومة توافقية. البيان قال لابد من تشكيل حكومة وفاق، وحكومة وفاق بهذه الحالة لن تكون حكومة وفاق، حتكون حكومة من جانب واحد، ولا وبإذن الله لن تجد لها استجابة على الأرض، ولن تستطيع أن تلم الليبيين حولها. أقول أن هذه الحكومة حكومة عبارة أتت عن مخرجات معيبة. ما هو المعيب فيها؟ أن هذا الاتفاق السياسي عبارة عن مؤامرة. كانت هناك فضائح أن المبعوث السابق ليون كان يعني كان ينفذ في أجندة دول إقليمية من أجل تمرير حكومة وصاية في ليبيا وحكومة عمالة للأسف الشديد. طيب، ما حقيقة التهديدات التي وصلت إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام؟ من هم الأعضاء الذين تم تهديدهم بالعقوبات من أجل الضغط عليهم لقبول هذه المخرجات؟ حقيقة وصلتنا رسائل أن من كواليس روما أن أعضاء المؤتمر العام الذين يرفضون هذا الاتفاق وهذه الحكومة سوف يمنعون من السفر وتجمد أرصدتهم، وأنهم يوضع على قائمة العقوبات، وأن السيد الرئيس المؤتمر العام نوري بوسهمين في حالة أنه امتثل وسلم السلطة إلى أو الحكم إلى هذه الحكومة سيمنح اللجوء في أمريكا أو أي دولة يختارها، وفي حالة عدم رغبته في الحصول على أي لجوء في دولة أخرى تؤمن له الحماية القضائية والأمنية في ليبيا. هذا التهديد من أجل إرغام المؤتمر للتوقيع، ولكن حقيقة هذا التهديد حيزيدنا إصرار على رفض هذه المسودة وهذه الحكومة، وسنعمل من أجل حوار ليبي تنتج عليه حكومة وطنية فقط وليس حكومة عمل. هل تستطيعون مواجهة هذه الضغوط الدولية؟ نستطيع المواجهة بإذن الله تعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى وصبر الوطنيين في المؤتمر وخارجه والساحات والتوار، وعليهم أن لا تنطلي عليهم هذه اللعبة السياسية. ولا تدفعون بالبلد إلى هوة الهاوية، إلى حافة الهاوية. من المسؤول على ذلك؟ هل ندفع بالبلد إلى الهاوية أم نأتي بحكومة عمالة؟ يا أخي، لماذا لا يستطيع الأطراف الحوار الموجودين أو الساسة أو الأحزاب أو الشعب الليبي بأكمله أن هذه المسودة كانت نتاج لعبة أو مؤامرة دولية، وأن كانت وراها دحلان وراها محمد بن زايد؟ طيب، تعالوا الاجتماع لحوار ليبي ونجلس إلى طاولة واحدة ونتفق على مصير هذا البلد ونخرج به لبر الأمان. طيب، حقيقة سيد عبد الرحمن، من الذي يشوب الرأي العام الآن في ليبي وهذه الأزمات
من أزمة بنزين وانقطاع تيار كهربائي وغلاء وارتفاع سعر الدولار والتهديد أن حتى أبو بكر البغدادي حيصل إلى سرت. الهدف كل منا هو إقرار هذه الحكومة وهذه المسوى. طيب سأعود إليك سيد إسماعيل العايب، لكن انضم إلينا الآن عبر الهاتف زميلنا محمد الخلاب مراسل قناة التناصح إلى فاليتا في مالطا. محمد الخلاب، ما هي آخر المستجدات حول موضوع لقاء رئيسي المؤتمر الوطني العام وكذلك مجلس النواب المنحل في مالطا؟ نعم، أهلا بك زميل عبد الرحمن. بصراحة يعني آخر المستجدات هنا الأنباء متضاربة حول لقاء وشيك ربما سيعوض اللقاء الذي فات في موعده الذي كان يعني معدل له مسبقا. هناك يعني بعض الأخبار تشير إلى أن مجهودات ووساطة لكي يعود رئيس مجلس النواب المنحل عن قراره ويحضر إلى مالطا للقاء طيب. رئيس المؤتمر العام. طيب لكن ليست هناك بصراحة يعني ليست هناك تصريحات رسمية من وفد المؤتمر الوطني العام هنا. كل يعني كلما وجهنا لهم ذات السؤال كانت الإجابة بأن ليست هناك معلومات مؤكدة مطلقا وليست هناك معلومات منفية مؤكدة. طيب محمد الخلاب، كيف كان استقبال أو الاستعدادات لاستقبال رئيس المؤتمر الوطني العام وكذلك مجلس النواب المنحل؟ كيف كانت الاستعدادات؟ هل كانت الاستعدادات رسمية مما يوحي بأن هناك فعلا توقع لوصول الرئيسين؟ نعم، بصراحة يعني كانت الاستعدادات حال وصولنا في الوفد الإعلامي كان من الواضح أن هناك استعدادات رسمية لاستقبال الرئيسين. ما لبثنا بعض الوقت إلا ووصل رئيس المؤتمر الوطني العام إلى مطار العاصمة فاليتا وشهدنا فعلا استقبالا رسميا لرئيس المؤتمر، استقبلته بعض الشخصيات في الحكومة المالطية وأيضا بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام والقائم بأعمال التفارة الليبية في مالطا. هؤلاء كانوا استقبال رئيس المؤتمر وأيضا كانت هناك فرق المراسم والتأمين وكان الاستقبال بشكل رسمي يعني بشكل من الحكومة المالطية. ولكن بالنسبة لاستقبال رئيس البرلمان المنحل فوجئنا بصراحة يعني بعد استقبال السيد أبو سهمين يعني بقينا في صالة المراسم لنستقبل أو نغطي استقبال عقيلة صالح رئيس البرلمان المنحل. تفاجأنا بأوامر من الأمن المتواجد في الصالة يطالب الإعلاميين بالانسحاب وأبلغونا بأن لا توجد أي شخصية ستحضر. ومن ثم بعد عودتنا للفندق الذي يقيم فيه وفد المؤتمر علمنا من الوفد بأن عقيلة صالح ألغى زيارته لمالطا، وحسب ما قال لنا الدكتور محمود عبد العزيز وهو عضو المؤتمر الوطني العام قال بأن عقيلة صالح غادر فعلا مطار الأبرق ولكن الرحلة غيرت مسارها نحو قاقص في تونس وألغى رحلته مالطا. طيب هل وردت أي معلومات بخصوص الأسباب التي دفعت عقيلة صالح لتغيير قراره لحضور اللقاء في فاليتا؟ نعم، هناك شقين يعني للإجابة على هذا السؤال. هناك ما قاله لنا القائم بأعمال السفارة الليبية هنا في مالطا، بصراحة يعني قال لنا بأن هناك ضغوطا كبيرة مورست على المؤتمر الوطني العام وعلى السفارة في مالطا وأيضا على البرلمان المنحل وأيضا على الحكومة المالطية. ولكن حسب قول السفير بأن أو القائم بالأعمال بأن الحكومة المالطية رفضت الانصياع لهذه الضغوطات حسب وصفه. هذه الضغوطات قال بأنها من شخصيات ليبية وأيضا من دول كبرى ومن دول خارجية. أيضا هذه الضغوطات مورست قبل هذا على دول الجوار الليبي تصرح به القائم بالأعمال، مورست لكي لا تستقبل هذه الدول المجاورة لليبيا لا تستقبل السيد أبو سهمين والسيد عقيلة صالح ولكي يعني لا يتم هذا اللقاء. أيضا هناك بعض الشخصيات التي تحفظ القائم بالأعمال عن ذكرها أو ذكر هذه الأسماء هي شخصيات ليبية وبعضها كان له تأثير في المشهد السياسي
بعد ثورة 17 من فبراير. وهذه الشخصيات يعني كما قال لنا القائم بالأعمال مارست ضغط على الحكومة المالطية لكي يتراجع عن قراره باستضافة مالطا لهذا الاجتماع والذي كانت ترعاه بالفعل. طيب هناك جلسة حسب ضيوفي في الاستوديو أو عبر الهاتف غدا يوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني العام في طرابلس هنا، هل سيعود وفد المؤتمر الوطني العام من أجل حضور هذه الجلسة أم سيبقى من أجل ربما محاولة الترتيب للقاء مع عقيلة صالح؟ نعم، حسب ما أبلغنا به زميلي عبد الرحمن بأن الجلسة فعلا كانت من المقرر أن تعقد الجلسة غدا، وكما قال لنا وفد المؤتمر الوطني العام هنا بأن الجلسة ستنقل على الهواء مباشرة، ولكن وجهنا سؤال لمسؤول المراسم مع وفد رئاسة المؤتمر الوطني هنا عن موعد الجلسة باعتبار تأجيل الرحلة التي كان من المقرر أن يتوجه فيها رئيس المؤتمر إلى طرابلس. مسؤول المراسم فأجابنا بأن الجلسة هي يوم الأربعاء وستنقل على الهواء مباشرة أو توجه دعوة للقنوات لتنقل هذه الجلسة. شكرا لك. التي قال بأنها مخصصة للتصويت على مسودة الاتفاق السياسي المعروضة من الأمم. شكرا لك محمد الخلاب، وصلت الفكرة. وفدنا إلى فاليتا في مالطا محمد الخلاب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي الكريم إسماعيل عايب عضو المؤتمر الوطني العام. هناك كثير من الانتقادات وكثير من الأسئلة وكثير من الاعتراضات على ما تقومون به وعلى موقفكم من كل هذا، رغم كل ما قلته الآن يردون عليكم لماذا شيطنت الأمم المتحدة، لماذا الآن صارت الأمم المتحدة وكأنها بعبع لكم بالنسبة إليكم؟ يعني الأمم المتحدة هي التي يقولون هكذا، يعني الأمم المتحدة هي التي أعطت لليبيا استقلالها في 1951، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومؤسستها هي التي حمت الليبيين من إبادة معمر القذافي. كنتم تستنجدون بالأمم المتحدة وتصفقون لها وتهللون لمشاركتها في 2011، ما الذي تغير الآن ولماذا الآن شيطنت الأمم المتحدة بحسب تعبيرك؟ الذي تغير الآن أن بعثة المتحدة سيوليون أو كوبلر تم حقيقة يعني تم شراء ذمته من قبل الإمارات العربية المتحدة، وهذا صراحة وواضح. وهناك حتى إذا لم يستطيع المواطن الليبي قبول هذه الحقيقة من المؤتمر العام فيقبلها من صحيفة الجارديان والتايمز التي أخرجت إلينا فضائح أن اليون كان يستشير في محمد بن زايد وفي عارف النايل ومحمود جبريل على مخرجات هذه المسود. هذه من ناحية. من ناحية الأخرى أن هذه البعثة لم تكون على نقطة واحدة بين الطرفين، وأن من حازت إلى طرف دون طرف آخر، وهذه التسريبات تقول أن كان الهدف هو نزع الشرعية على المؤتمر العام وإعطاء كل الشرعية للبرلمان المنحل حسب حكم المحكمة الدستورية. هذه ثانية. والثالثة كما 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 لاحظنا أن هذه الحكومة أن هذا المبعوث نصب نفسه وصيا على ليبيا، وأن قرار الأمم المتحدة 21-74 يقول أن هذه البعثة للدعم فقط وليس لتتدخل، وأن الحوار يكون حوار بقيادة ليبية. السيد ليون ومن بعد كوبلر نصبوا أنفسهم مندوبين ساميين على ليبيا وقرروا هذه المسودة التي لم يوافق عليها المؤتمر، بل فعلوا أكثر من ذلك بأن قاموا بتنصيب رئيس للحكومة وتسمية نواب ليه. طيب. واقتراح حكومة اسمها حكومة وفاق وطني لم يتوافق عليها جل الشعب الليبي. هل تريد أن تقول أننا الآن المؤتمر الوطني العام ومسؤوليه بإزاء معركة استقلال جديدة وحقيقية هذه المرة؟ والله نحن يا إما نكون الآن، يا إما تكون ليبيا بإرادة وطنية فعلا وبأبنائها بحوار ليبي، وإما أن نكون تحت الوصاية الدولية. وما هي الرسالة التي توجهها للمواطن الليبي الآن وهو يستمع إليك؟ المواطن الليبي عليه أن يفرض نفسه، المواطن الليبي هو الآن عليه أن يثبت رأيه في هذه المسودة وهذه الحكومة، الشارع الليبي هو الذي يقرر. نحن كأعضاء مؤتمر لن نبيع قضيتنا، الأمور واضحة. يكفي طرابلس أنها الآن آخر معاقل ربيع الثورة الربيع العربي، وأن المؤتمر آخر معاقل فبراير، وأن المؤامرة دولية إقليمية ومن أيادي ليبية من أنحاء الوطن حتى يتكالبون على هذه الثورة، ونحن لن نسلم. والله أنا شخصيا لن نوقع على هذه المسودة حتى ولو كان ذلك ثمنه حياة. شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل العايب عضو المؤتمر الوطني العام، ونشكر كذلك كل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه التغطية، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين لحسن متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله.